تطهير مؤسسات الدولة جوه بقى هو جوه بقى احنا عندنا اساتذة ازهر نعم ينتموا لهذه الجمعية يا حبيبي عندك ناس مؤسسات كل حتة الجامعة كل حتة ينتموا ومش ساكتين عندنا في العقاب يعني منتمي مسألة كبيرة قوي من التنظيم ده وفي الإذاعة والتلفزيون في كل مفيش حتة على فكرة ما فيهاش وناشطين يعني من المؤسسات ومسؤولي المؤسسات ورؤساء يطهروا لازم بدل ما يرقوا يطهروا لازم. في موضوع أستاذ أحمد في موضوع اليمن حابب أقول معلومة بسيطة جدا.